اهلا وسهلا بكم. احنا في واحد التعاونيه ديال الصفا في طريق عين غبال كيلومتر كيلومتر ونص انا ما اظن، اللي درنا واحد زياره خاصه في هذا باش نشوفوا هاد لي بلونط اروماتيك اللي كتشوفوا امامكم الو غمارين اللي كتشاهدوا. هاد التعاونيه هادي تبارك الله غادي تبان لك بارك الله مستقبلا بارك الله غادي تكون واحد التعاونيه زاهره بارك الله. وانتم كما كتشوفوا هاد لي بلونط ميديسينال ولا اروماتيك اللي تبارك الله كنشكروا لاله خديجه اللي هي رئيسه التعاونيه اللي بارك الله كتشرف على هاد النباتات هادو. وحنا حاولنا نديروا انا وياها واحد الزياره خاصه لهاد المشتل ديالها باش نشوفوا حتى الحاله الصحيه ديال هاد الخزامه هادي. كتعرفوا هاد الخزامه تبارك الله هانتوما كما كتشوفوا بارك الله لا كرواسونس ديال لي بوس هي بدات كتعطي لا كرواسونس الحمد لله باش كتعرفوها راه شاده 100% الحمد لله. وحنا غادي نحاولوا باش ندير واحد لا تاي لهذا لي بلونط اللي طالعين مزيان باش نحاولوا ما نخليوهاش تطلع في السماء باش يمكن لها تهبط داكشي اللي غادي تجبد السماء تعطيه لنا في الارض باش تكون شويه توفي. هذا هو ليسونسييل وهذا هو الهدف. ولكن كنشوفوا وربما يكونوا بعض الملاحظات ولا بعض الامراض اللي ما كيبانوش حنا كنشوفوا وربما تكون شويه ديال لا بوغيتور اي مرض التعفن ديال الجذور على حسب هذا الشيء ديال السقي. وحنا الحمد لله كما شاهدت انا دابا الحمد لله عطيت شويه ديال الاوامر لاله خديجه اللي هي رئيسه التعاونيه باش يمكن لها تعرف كيفاش كتسقي بينما حتى كثرة الماء راه يقدر يؤدي الى الموت كما كتشاهدوا تبارك الله. هي انت لو سو لا لابو هنا ما خصناش دابا نعطيوها الماء باش ما نقتلوهاش حنا نخليوها شويه تعطش باش يمكن الى عطيناها. ولكن جو بريفير غادي نشوفوا نديروا واحد لونغاسينور ان برودوي ا باز لونغاسينور اللي هو كيدير واحد الشبكه ديال الجذور اللي غادي يعطيها واحد النمو سريع ان شاء الله. وانتم شاهدوا اخواني المشاهدين تبارك الله كما كتشوفوا هانتوما بارك الله لأول مرة بارك الله شتا لالة خديجة تبارك الله اللي هي بارك الله كتجي غي واحد التعاونية تبارك الله اش غادي نقول لكم تبارك الله في بلاصة الراجل تبارك الله. أنا كنحييها وكنحيي العطاء ديال التعاونية ديالها. وحنا جينا صدفة في هذا النهاردة اللي هو يوم الثلاثاء 10 مايو 2022 الساعة تشير إلى 7:05 مساء. ولكن حنا غادي نبقاو ان شاء الله معاه في التنسيق فيما يخص جميع الحاجه اللي هي صيانه او وقايه من الحشرات ومن الامراض. الحمد لله كما تعلمون هرمو محال اللي هو قضيت واحد 37 سنه ديال الخبره في صناعه وقايه النباتات اي فرنسا اللي حنا كنديروا دائما المراقبه والتتبع ديال النباتات كيف ما كان النوع ديالها باش كنشوفوا الحاله الصحيه ديالهم وكنحاولوا نديروا الخدمه ديالنا باش تبقى الامور في امان الله. وكنحييكم من ضواحي مدينه ازرو إقليمي فران عين أغبال كيلومتر 1.5 هنا كان تعاونية ديال الصفا ديال رئيسة التعاونية لالة خديجة كنشكروها بزاف. والسلام عليكم ورحمة الله.